رغم الدمار اللي سوانه بينا والمراحل اللي مأساوية اللي ضقناها نحن هنا وانحصرنا كثير بالقديمة، ولو العراق كله انضر بيها، يعني ما بس العراق، الموصل كل المناطق انضرت. يعني اريد الشيء اللي موجود بس يخلون نقطة واحدة، انه ندعو الى الله، انه الله ينتقم منه على ما فعل، ايش سوى بينا يكون الله ينتقم منه هو وعوانه، يعني ما سوينا شيء، احنا قاعدين بيوتنا سالمين كنا. قتلوا مثل ما اقول لك حوبه من حوبات هالضحايا اللي راحت بالمنطقه القديمه، واللي لحد الان جثث لحد الان تحت الانقاض بسببه وسبب تنظيمه. اعوانه اذت الناس، جاء جرياوي ما يفتهم بالدين، جاء كل شيء ما يفتهمون، يجي يطلع على المنبر كل شيء ما يفتهم، ما يعرف كل شيء من الدين.